تمام، جزاكم الله خيرا. ناخذ سؤال من على البث المباشر. السائل يقول: السلام عليكم شيخ عصام، انا حلفت بالله كتير وما نفذتش حلفاني، وحلفت كذب كتير في تعاملاتي مع الناس، ازاي اكفر عن كل ده؟ حلف حلفانات كتير وما نفذهاش، وحلف كذب كمان كتير في تعاملات مع الناس. الكذب اذا تعلق به حقوق للناس ان يرد هذه الحقوق، ترتب عليه خسارة الناس في قضية، في موقف، في كذا، يعدل ويصحح ما فعل أو ما أفسد. نعم، ده أمر. الأمر الآخر، طيب الأيمان التي فعل ولم ينفذ، يتذكر ما يستطيع منها ويكفر عنه، إما بصيام 3 أيام أو يطعم 10 مساكين أو كسوته. تمام، جزاكم الله خيرا.